Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنيين. نرحب بكم كامل، نقول لكم مرحبا بكم وان شاء الله كامل تستفادوا. اليوم البنات رايحين نكملوا الجزء الثاني نتاع السروال، يعني خيطنا السروال وجا شباب بزاف كما شفتوا. اليوم رايحين نكملوا الجزء الثاني. البنات بقاو معايا. واش نحتاجوا؟ نحتاجوا الميترا، نحتاجوا طبشور، نحتاجوا المقص، ونحتاجوا القماش. القماش لهنا البنات اول حاجه هذه القطعة، هذه هعطيكم القياسات نتاع هذه القطعة، فيها 13 سنتيم، فيها 13 سنتيم على متر و 80 سنتيم. هذه رايحين نديروها تشرشيفة، من بعد نوري لكم كيفاش رايحين نشرشفوها. نحتاجو هذه القطعة صغيرة، رايحين نديروها بطان للصدر تاعنا، وهذه القطعة اللي رايحين نديروها شيميزي تكون مغلوقة. هنا البنات راح نفتح لكم باش تشوفوها شحال فيها. هكذا القطعة تاعنا الطول تاعها فيها 55 سنتيم، فيها 55، هذه هي الطول تاع الشيميزي تاعنا راح تكون فيها 55. اما العرض البنات كما راكم تشوفوا العرض راهي متوية على 2، هكذا هنا درنا متر و 2 سنتيم، متر و 2 سنتيم طويناها تحصلنا على 51 سنتيم. العرض تاع القطعة تاعنا فيها 51 سنتيم، هكذا البنات 51 سنتيم طويناها على 2، وريح نزيد نعاود نطويها كيما هكذا على 4. هذا الشيميزي ريحة تكون قصيرة البنات، على بالكم بلي السراول العرب تلبس معاهم حاجة قصيرة. نبداو على بركة الله نداو القياسات نتاع الشيميزي تاعنا. لهنا كيما راكم تشوفوا ريحة ندير 8 سنتيم، هنا 8 سنتيم، وريحة نهبط بستة سنتيم هكذا. رايح ندير هذه التقويصه البنات. عرض الكتف البنات رايح ندير 11 سنتيم، 11 سنتيم، حندير 11 سنتيم. رايح نهبط ب 19 سنتيم، نهبط ب 19 سنتيم. هكذا من بعد رايحين نديروا هذه التقويصه لهنايا البنات. من بعد واش راح نديروا؟ ندخلوا البنات بعد ما درنا هذه التقويصه جهه رايحه تجينا جهه الايبت، واش راح نديروا؟ رايحين ندخلوا بواحد 2 سنتيم، ندخلوا هكذا بواحد 2 سنتيم ونعاودوا نخرجوا هكذا. هكذا كيفاش راح تكون دوكا؟ رايحه نفصل، بسم الله. من بعد البنات رايحين هنا، شوف هنا رايحين نزيدو نقصو بواحد 2 سنتيم هكذا، نطلع معها كامل باه يجينا الكتف تاع الشيميزي تاعنا يجينا مهزوز. ودوك راح نزيد نفتح غير شويه هكذا البنات، نزيد غير شويه هكذا، نحي الجهه تاع الامام هذه، رايحه نزيد نفتح جهه الابط البنات، نزيد نقص فيها شويه باه ما تجيناش الشيميزي تاعنا من بعد تجي منفوخه في جهه الامام. رايحه نهبط لهنا ب 12 سنتيم وندير هذيك الدوره، هذيك ندير هذه التحريفه، هذه ندير الشكل تاع الصدر تاعنا راح يجي دائري كما راكم تشوفوا. دوكا رايحه نحي الطبطان تاع الجهه الاماميه والجهه الخلفيه من هذه القطعه هذه.